دشن مستشفى الفروانية المرحلة التشغيلية الثالثة للمستشفى الجديد لتشمل حوادث وعيادات قسم النساء والولادة فضلا عن عيادة الأم والجنين وجناح الأطفال الخدج. ويعد المستشفى نقلة نوعية من حيث الخدمات الطبية التي تواكب التطور وفق رؤية كويت جديدة 2035. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهواء مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي المتواجد في مستشفى الفروانية الجديد. نواف صبحك الله بالخير، يا ريت تطلعنا على تفاصيل تدشين المرحلة الثالثة لمستشفى الفروانية الجديد. صباح الخير نجيب، وصباح الخير أسراء، وصباح الخير كل من يشاهد الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت نجيب، نحن الآن متواجدون في مبنى مستشفى الفروانية الجديد، وكما تفضلت قبل قليل حول افتتاح المرحلة التشغيلية لهذه المستشفى أو هذا الصرح الطبي الكبير حقيقة الذي يضاهي العديد من المستشفيات على مستوى الشرق الأوسط أو حتى العالم. ولكن حول ما تفضلت فيه بالنسبة لتشين بعض الأقسام الجديدة في مستشفى الفروانية الجديد وما يبرزهم أيضا قسم النساء والولادة، يسعدني أن يكون معنا الآن الدكتورة أمل الخضر رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الفروانية الجديد. دكتورة أمل صباح الخير وشكرا لك على تلبية هذه الدعوة. قسم النساء والولادة، ما بين القديم إلى الانتقال إلى الجديد، وصفي لنا العملية كيف تمت وكيف تسير الأمور حتى هذه اللحظة. الحمد لله، صباحكم الله بالخير. أول شيء أنا سعيدة جدا بانتقال وتشغيل قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى الفروانية الجديد. إحنا بانتظار هذا الحدث من زمان ولله الحمد. في تاريخ 5 فبراير 2023 تم الانتقال والتشغيل قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى الفروانية الجديد، والذي تم بشكل منظم وسلس بالتعاون مع جميع الكوادر الطبية والخدمات المساندة. طبعاً قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى الفروانية الجديد يقدم العديد من الخدمات الطبية، منها طوارئ أمراض النساء والولادة لاستقبال الحالات الطارئة، جناح الوضع لاستقبال حالات الولادة، أجنحة ما بعد الولادة، أجنحة ما قبل الولادة، وأجنحة أمراض النساء. أيضاً يضم القسم وحدة الأم والجنين، وهي لمتابعة حالات الحمل العالي الخطورة وحالات المضاعفات والعيوب الخلقية للأجنة، وأيضا وحدة الخصوبة والمساعدة على الإنجاب لمتابعة حالات تأخر الحمل. وبإذن الله إن شاء الله إحنا في صدد تشغيل، طبعا جاري تجهيز وحدة أطفال الأنابيب في المستقبل. للأمانة قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى الفروانية الجديد يعد نقلة نوعية في الخدمات الطبية. يتميز القسم الجديد في المساحات الواسعة والتجهيزات الطبية الحديثة لتوفير أفضل السبل والرعاية المتكاملة للمرضى. أنا صراحة جدا سعيدة في الانتقال. المكان صرح طبي جميل. الشكر صراحة لجميع قيادين وزارة الصحة على جهودهم المكثفة.